السلام عليكم. بطل الابطال بطل سنه 5، ازيك؟ فيديو النهارده بص من الفيديوهات اللي ما بتتكررش كتير. فيديو النهارده اللي هو ليسن 4 درس الرابع من يونت 7 من الوحده 7، ده من الفيديوهات اللي ما بتتكررش كتير، ما بيجيش كتير زي فيديو النهارده. بص، هو فيديو النهارده فيديو رايق قوي قوي، سهل جدا جدا جدا، من الفيديوهات السهله جدا في المنهج. كبر الصوره يا بطل، علي الجودة علشان تشوف كل حاجة واضحة. أنا بحبك جدا، والله العظيم بحبك جدا، وركز معايا في فيديو النهاردة. لو دي أول مرة تشوفني يشرفني جدا 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 إنك تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات على الكل علشان يا بطل يوصلك إشعار بكل جديد أنا بقدمه ليك. يلا يا بطل، ليتس ستارت. بص، ليسن 4 الدرس الرابع هو مقسوم 2 بارتس، جزئين. فالجزء الاول برونانسيشن نطق، الجزء الثاني ماث رياضيات. طيب، جزء البرونانسيشن النطق هو بيقول لك الحروف الدبل اللي هي الفاول لما تبقى دبل، يعني حروف متحركه تبقى دبل، يعني يجي منها اتنين ورا بعض توأم، يعني الاي اي ده دبل اي، يعني الاي هنا دبل اتنين، والاو او تبقى دبل او يعني اتنين او. فكفايه كده هنتكلم على الاي اي وهنتكلم على الاو او. طيب الاي اي لما تشوفها انطقها اي، خلاص سهله اهي، اي اي اي. ايه ده انطقها اي زي اسم الحرف؟ ما هو اسم الحرف اي. ايوه، انطقها زي اسم الحرف، الاي اي انطقها اي، ودي اللي احنا بنسميها لونج اي، خلاص. وبيبقى شكلها كده، شكل الصوت كده، لما نعمل شرطتين مايلين كده يبقى ده الصوت، شكل الصوت. الصوت لازم يتكتب جوه شرطتين مايلين كده، حاجة كده زي الاي ونقطتين كده جنبها، ده صوت الاي، خلاص ده صوت الاي. فالاي اي بتدي الصوت ده اللي هو صوت اي اي اي، يبقى الاي اي ورا بعض تدي الصوت ده. طب الاي الواحدة، اي واحدة بس، لا ما تديش الصوت ده. يعني بص، الكلمة دي اسمها ايه؟ ت اه تن. يبقى حرف الاي هنا ما اداش الصوت اي، لان انا ما قلتش تين. تمام. طيب الاي اي موجودة فين؟ في كلمات ايه؟ لا، موجودة في كلمات كتير زي س اي د سيد، اللي هي البذرة، سيد سيد سيد، وزي تر اي، خلاص الاي اي اي، تري شجرة، تري تري تري. طيب الاس اتش معروف ان الاس اتش ش ش ش. طيب الاي اي، ها حبيبي لسه قايلين اي، تبقى ش اي شي، والبي ب شيب شيب شيب، الخروف شيب. طيب كيو يو بتدي صوت كوا، لو بتتابعني على كورس صوتيات الحاجات دي قلناها كوا كوا كوا. والاي اي، يا بطل اي، تبقى كوا اي، كوين الملكة، كوين كوين. بص حبيبي، الاي اي بتدي الصوت اي. طيب الاو او بتدي الصوت ايه بقى؟ لا، الاو او دي بقى عايزه واقفه شويه. ليه؟ الاو او ليها نطق اتنين تلاته، بننطقها بتلات طرق. اول نطق للاو او ان احنا هنضم بقنا ونمد ونقول او او او، زي اسم الحرف كده او او، زي اس سي اتش سك، والاو او او، والال سكول المدرسة سكول، وزي ت او تول الأداة، تول أي أداة أنا بستخدمها اسمها تول، وزي اس بي او او ان سب او ن سبون المعلقة سبون 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 سبون، وزي ن او ن نون اللي هي فترة الظهيرة، عارف انت افتر نون اللي هو بعد الظهر، فنون اللي هي فترة الظهيرة، نون نون نون. وزي اس ام او او تي اتش، الاو او هنا او، تبقى الكلمة دي سموث سموث اللي هو ناعم، سموث
سموس سموس، وكلمة عارفينها كلنا ف او د فود، الطعام فود فود فود. وزي حديقة الحيوان زو زو زو، وزي حمام السباحة ف او بول بول بول. يبقى أول نطق للأو أو أو، وده الرمز الصوتي بتاعه أو أو أو. تاني نطق للأو أو هتبقى قصيرة قوي، الدبل أو قصيرة قوي ومفتوحة شوية أه 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 أه، الصوت أه زي ج أه د جاد جاد جاد، اللي هو جيد. الصوف ما اسموش وول، يعني في ناس كتير فاكره ان الاو او لونج واقولها او، لا الاو او هنا اه وول وول وول. الصوف والخشب ما اسموش وود، لا الخشب بتبقى برضو ود 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 مش وود ود ود. ويطبخ او طباخ بنقولها كوك ك اك كوك كوك. والكتاب باك بوك مش بوك. وينظر لك 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 لك، وده الرمز الصوتي للصوت اه. طيب في نطق تاني للاو او كانها حرف يوم وانطقها اه اه، وده الرمز الصوتي ليها اه اه. زي ايه؟ زي فلاد فل اد فلاد 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 فلاد، زي صوت حرف اليو كده فلاد فلاد. وزي بلاد الدم بل اه د بلاد بلاد بلاد. يبقى شوف ده وده وده نطق الاو او الدبل او او اه اه تمام. او بول سكول تول سبود نون سموث فود زو اه جاد وال وال ود جاد وال ود كوك بوك لوك. و اه فلاد بلاد. انا عايز اقول لك ان احنا خلصنا اول جزء، خلصنا نص السيشن، خلصنا جزء البرونونسيشن، وعندي بقى جزء الماث، جزء الرياضيات. جزء الرياضيات اصلا انت عارفه، عارف انت الراوندينج اللي هو التقريب. بص حبيبي تعال نقولها لك كده بطريقة جميلة زيك. بص يا بطل الأبطال، بص يا جميل، ايه رأيك؟ باين قوي صح؟ طيب ده ايه؟ اه واضح ان في ديسيمال هنا بقى رقم عشري. طب انا عاوز يعني الرقم ده، انا واحد بستسهل وعاوز اقوله الرقم ده اقوله رقم صحيح يعني تمام، يعني انا مش عاوز يكون في عندي ديسيمالز بقى ارقام عشريه وكده. فايه اقرب رقم ليه بدل يعني ايه اقرب رقم صحيح للرقم ده اللي هو اللي احنا بنقوله بالعربي 14 و73 من 100 اوكي، اللي هو 14.73. فانا عاوز اقوله رقم صحيح. بص هو اقرب رقم لل 14 يا اما 14 نفسها يا اما 15. ده اقرب رقم للرقم ده، ما هو ده 14 وحاجه. انت عارف ده لو 14 الا كنا قلنا يروح لل 13، لكن ده 14 و. فاقرب رقم لي يا ال 14 لو انا هرجع لورا، يا ال 15 لو انا هطلع قدام. 14 و73 من 100 لو انا هرجع لورا هبقى 14، طب لو انا هطلع لقدام يبقى 15. علشان اقرب الرقم ده واعمل له راوندينج، راوندينج اللي هو التقريب اسمه راوندينج ار او يو ان دي اي ان جي راوندينج، التقريب يعني اقول ايه تقريبا كده حوالي كده. طيب راوندينج ليه؟ علشان اعمل له راوندينج اخلي الرقم ده 14 ولا 15؟ ما هو راوندينج ان انا اوصل الرقم ده لاقرب رقم ليه. فالرقم اللي قدامك ده ايه الراوندينج ليه بقى؟ بص يا بطل، بص من بعد الايه الديسيمال بوينت، لو الرقم اللي بعد الديسيمال بوينت على طول اللي هو خانه التنث خمسه فيما فوق، خلي الرقم ده يزيد واحد.
طيب لو الرقم اللي بعد الديسيمال بوينت اقل من 5 خلي الرقم ده ينقص 1، بمعنى بعد الديسيمال بوينت 7 اكتر من 5 يبقى ال 14 تبقى 15. احنا كده عملنا الراوندينج التقريب، وده اسمه راوند اب، ان احنا قربنا لايه اب وطلعنا فوق. اما راوند داون ان انا هنزل لتحت زي ده مثلا، عايز اعمل راوندينج هنا هبص من بعد الديسيمال بوينت الرقم اللي بعد الديسيمال بوينت 1، ها لو 5 فيما فوق هخلي ال 13 ازود عليها 1، لو اقل من 5 هخلي ال 13 زي ما هي مش هزود، يبقى الراوندينج هنا 13. طب انا عملت حاجه اسمها راوندينج داون، ليه داون؟ لان نزلت لتحت. ليه؟ ما هو ال 13 تحت ال 13 و 17% اقل منها، فانا عملت راوندينج داون نزلت لتحت. يبقى في راوندينج اب لما اخلي الرقم اعلى، ولما اسيب الرقم زي ما هو كده اللي بعد العلامه العشريه، ده اسمه راوندينج داون. طيب تعالى مع بعض نمارس، يلا نمارس، يلا نمارس على الكلام ده يا بطل يا قمر يا سكر. بص بص يا حبيبي، 20.57 13.66 21.4 17.03. تعال نعمل راوندينج ونشوف هل هيكون راوند اب ولا راوند داون. دايما هتعمل بعد الديسيمال بوينت، هنا 5 يبقى هزود هنا 1 ويبقى 21، 20 تبقى 21. طيب بعد الديسيمال بوينت هنا 6 اكتر من 5 يبقى هيبقى 14، وهيبقى برضه راوندينج اب. طيب بعد الديسيمال بوينت هنا 4، بعد الديسيمال بوينت هنا 4 اقل من 5 يبقى معلش يا 21 انت زي ما انت 21. انزل بقى ال 21 و 4 من 10 انزلها ل 21 يبقى ده راوندينج داون. طب هنا بعد الديسيمال بوينت 0 اقل من 5 يبقى برضو هنزل، يبقى ال 17.03 تبقى 17، ما تزودش ال 17، فده الراوندينج التقريب وده الشرح. وباقي حاجه صغيره احنا هنروح دلوقتي حالا للكتاب علشان نحل على الجزء اللي احنا خدناه النهارده، جزء البرونسيشن وجزء الماث. فتعالى نتدرب يا بطل يا جميل على الكلام ده. بص يا بقى بطل، الاول في بوب كويز كده احنا ما كناش عملناه من الفيديو اللي فات، طيب نسيبه؟ لا نرجع له طبعا ونحله. يلا كده نبص عليه. اول حاجه بيقول لي بيدز السراير، تشيرز الكراسي، اند تيبلز والترابيزات. طيب السراير والكراسي والترابيزات اور بيكونوا طبعا الحاجات دي فرنيتشر. يعني ايه فرنيتشر؟ يعني اثاث. طيب وي يوز واتر، احنا بنستخدم الميه، فور علشان، واشينج الغسيل، كوكينج الطبخ، اند ايه وايه كمان؟ احنا بنستخدم الميه علشان الغسيل والطبخ والشرب، درينكينج اللي انا هكتب بيها، ولا انا ريدنج هقرا بيها، ولا انا توكينج هتكلم بيها. طيب ذا ايه از اون ذا توب of the house، في قمة المنزل. مين دي اللي في قمة المنزل؟ بيكون living room ولا roof ولا kitchen ولا cushion؟ لا roof طبعا السطح. farmers grow a lot of، الفلاحين بزرعوا الكثير من الباسكتس السلال؟ لا. box كتب؟ لا. boxes السنة دي؟ لا طبعا crops المحاصيل. فدي كده حاجة علشان ما نكونش سيبنا اي حاجة خالص في الكتاب. تعال بقى نحل على ال pronunciation. ففي pop quiz بيقول لي ايه؟ بيقول لي read and circle the long او اللي هو او الصوت او اللي صوته او اعمل عليه circle. طيب pool اعمل circle. طيب الاو او هنا احنا اتفقنا دي اسمها wall يبقى تسيبها، blood نسيبها. طيب food دي long او نعمل عليها circle دايره. طيب spoon الاو او هنا او، wood لا، book لا. طيب school هنا long o. البوب كويز هنا جميل قوي، بيقول لك بص قسم على الاصوات. ايه ده؟ ده صوت الاو. طب ايه ده؟ ده صوت الاه اللي هو blood وflood. طب ايه ده؟ ده صوت الاه زي wood. طيب ده صوت الاي.
طب تعالى نمسك كلمة كلمة ونشوف هنحطها في صوت ايه. تول، هنا صوت الاو نكتبها هنا تول. ثري، صوت الاي نعملها هنا عند صوت الاي ثري. اتفقنا ان الصوف اسمه وول، يبقى نكتبه هنا صوت الاه وول. خلاص، ود نفس الصوت، ود صوت الاه. سكول، صوت الاو نكتب سكول. تشيز، صوت الاي تشيز، الجبنة صوت الاي. بوك، صوت الاه بوك. فلود، اخيرا جه صوت الاه فلود. فلود وبلود، فلود وبلود، جت اهي بلود فلود بلود. الاو او هنا اه. سموث، او صوت الاو سموث. فود، الطعام فود فود فود، صوت الاو برضو ما بنقولهاش فود طبعا، عارف دي لو تي تبقى فوت قدم. كوين، صوت الاي كوين. شكرا. وده طبعا جزء الراوندينج اللي هو ايه التقريب. فهنا بيقول لي، بيقول لي تعالى كده نشوف البوب كويز على الماس هنا على الراوندينج. بيقول لي circle the digits after the decimal point. يا سلام يا سلام، اعمل دايره على الارقام اللي بعد الفاصله العشريه. شكرا. decimal point هنا، هنا decimal point اعمل على الايه الديجيتس اللي بعدها. تمام، الارقام اللي بعد الديسيمال بوينت اعمل عليها سيركل. هنا مفيش ديسيمال بوينت. طيب هنا اهو، ايه ده، ايه التمرين ده، اهو اهو سيركل الديسيمال بوينت اعمل من بعدها سيركل. وهنا مفيش ديسيمال بوينتس. هنا بقى طالب مني راوند، قرب ذا ديسيمال نمبرز، الارقام العشريه، تو ذا نيرست هول نمبر، لاقرب رقم صحيح. هو من بعد الديسيمال بوينت هبص خمسة فيما فوق يبقى راوند اب، اقل من خمسة يبقى راوند داون. هنا 2 اقل من خمسة يبقى راوند داون، يعني 221 الرقم ده يبقى زي ما هو. يبقى احنا كده نزلنا الرقم ده لتحت، يبقى ده اسمه راوند داون. طيب بعد الديسيمال بوينت 6 اكتر من خمسة يبقى تعمل راوند اب، يبقى ال 45 تبقى 46. فبعد الديسيمال بوينت 9 يبقى راوند اب، يبقى الرقم ده اللي هو 678 يبقى 679. طب هنا بعد الديسيمال بوينت اكتر من 5 يبقى راوند اب، يبقى 57. بعد الديسيمال بوينت اقل من 5 يبقى 34 وده راوند داون. بعد الديسيمال بوينت 9 اكتر من 5 يبقى راوند اب، يبقى 4، التلاتة نزود واحد. بعد الديسيمال بوينت 2 يبقى راوند داون، يبقى ال 5.8 تبقى 5. نرجع لورا لاقرب رقم صحيح ورا. طيب بعد الديسيمال بوينت 1 اقل من 5 يبقى راوند داون، يبقى 99. بعد الديسيمال بوينت 4 اقل من 5 يبقى راوند داون، بنقرب ليه لتحت، ننزل تحت. طيب بعد الديسيمال بوينت 8، ال 8 اكتر من 5 يبقى راوند اب، نزود وبس. بس اه بس السيجن الجاي هنخلص اليونت ليسنز 5 اند 6. بحبك جدا ومبسوط انك وصلت النقطه دي في الفيديو. ثانك يو فور واتشينج، شكرا للمشاهده، واتمنى ان الفيديو يكون خفيف. هتوحشني كتير لغاية السيشن الجاي ان شاء الله. خلاص خلصنا، السلام، جود باي.